القناة بالاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس. أسعار الذهب بتنخفض في مصر وبقوة وانخفاض كبير جدا. عيار 24 اللي كان بيلامس مستويات 1400 و1430 من حوالي 3-4 أيام نزل وانهار وانخفض بالقرب من المستويات الحالية اللي بتظهر قدام حضراتكم حاليا على الشاشة. وفي نفس الوقت أسعار الذهب العالمية ما انخفضتش كتير، يعني كل اللي انخفضته 25 دولار، إلا إن في مصر مع انخفاض الدولار الأمريكي ليومين على التوالي أثر على أسعار الذهب. خلينا نشوف مع حضراتكم أسعار الذهب في مصر وبعد كده نتكلم عن أهم التوقعات وخصوصا في ظل التضخم اللي بيحصل. عيار 24 سجل 1286 للشراء، 1309 للبيع. عيار 22 سجل 1179 للشراء، 1200 للبيع. وعيار 21 سجل 1125 للشراء، 1145 للبيع. وعيار 18 سجل 964 للشراء، 981 للبيع. وعيار 14 سجل 750 للشراء، 763 للبيع. وعيار 12 سجل 643 للشراء، 654 للبيع. الأونصة والأوقية حاليا نزلت من 1850 ل 1824، والجنيه الذهب زي ما حضراتكم شايفين 9000 للشراء، 9160 للبيع. بالنسبة للأسعار في المملكة العربية السعودية زي ما هو واضح قدام حضراتكم، مع العلم اللي احنا الأسعار اللي بنقولها ديت أسعار بدون يعني إضافة الصاغة عليها. أسعار عيار 24 227.24 ريال سعودي، عيار 22 ب 208.30 ريال سعودي، عيار 21 ب 198.84 ريال سعودي، وعيار 18 ب 170.43 ريال سعودي، وعيار 14 ب 132.56 ريال سعودي، وعيار 12 ب 113.62 ريال سعودي. خلينا بقى نبص ونلاحظ ونشوف على حركة الذهب. واضح جدا كده ان الذهب بشكل واضح يعني بدأ ينخفض وتراجعت اسعاره زي ما حضراتكم كده شايفين للاسفل، والسبب الاساسي والرئيسي ان تقرير اسعار المستهلك الامريكي كان اعلى من المتوقع، وبما انه اعلى من المتوقع وفي مستثمرين جدا قلقين، يبقى زي ما احنا بنقول بدأ الذهب زي ما احنا بنقول يضغط عليه وللاسفل. على الرغم من انخفاضه من اعلى مستوى في 40 عام اللي تم تسجيله في شهر مارس، صرح رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي في اتلانتا والمدير التنفيذي رافائيل بوستيك ان بنك الاحتياطي الفدرالي هيدعم رفع اسعار الفايده في حاله استمرار التضخم، مضيفا انه اذا ضاقت الفجوات بين العرض والطلب فان ضغوط الاسعار الحاليه ستخف الى حد كبير، وبناء عليه بما ان في دعم خلال الفتره المقبله فالذهب ينضغط عليه شويه. لكن لو حضراتكم هتلاحظوا انخفاض الذهب والضغط الموجه عليه ليس بالقدرة الكبيرة، مجرد انخفاض زي ما احنا قلنا قيم محصورة ما بين 1800 ل 2071 اعلى قمة واقل حاجة دلوقتي 1800. هتلاقي الذهب حتى في انخفاضاته مش انخفاضات كبيرة اللي احنا بنشوفها واللي احنا بنشهدها، بدعم انه مثلا زي ما احنا بنقول في رفع فايدة قوي او في تهديد برفع قادم للفايدة او في تهديد بدعم الفايدة او الكلام ده كله، انك تلاقي مثلا حاجة زي كده بتعمل دوي في السوق وهبوط كبير، لا، مجرد هبوط في حدود 25 دولار فقط لا غير. وبنرجع نلاقيه في نهاية اليوم ولا بعدها بكام ساعة بيطلع مرة تانية للأعلى يعمل اختبارات لفوق، وده ان ده اللي يدل على ان الذهب قوي بيعتمد على الحرب ويعتمد على التضخم زي ما احنا بنقول في انه يوصل لمستهدفاته. وعلى الرغم من ان اعضاء الفدرال الامريكي صرحوا ان التضخم لو استمر الفدرال الامريكي هيستمر في رفع الفايدة للأعلى زي ما احنا بنقول كده، الا ان الذهب لا يستجيب لهذه الضغوطات انه ينخفض بقوة، مجرد انخفاضات ملحوظة حضراتكم بتلاحظوها وبتظهر قدامكم على الشارت او بتظهر من خلال متابعتكم لحركة الذهب. لو هنفضل نحلل ونقول ان الذهب بقاله كام يوم في منطقة 1850 1825 يطلع وينزل ويوصل 1900 ويهبط مرة تانية، بقاله كام اسبوع في المنطقة ديت كده حتى الان؟ قال لك لان الذهب متمسك بانه ما ينزلش او ينزلق للاسفل. ما هو طول ما التضخم مرتفع وطول ما الحرب شغاله يبقى ده كله في صالح الذهب، وفي نفس الوقت الفدرالي الامريكي بيحاول انه يتخلص من التضخم او انه يقلله او انه يهبطه او انه يخفضه عن طريق انه يرفع اسعار الفايده. رفع الفايده للاعلى جاذب للدولار الامريكي، بدليل ان امريكا لما رفعت الفايده زاد الاقبال عليها وبكثافه. زيادة الاقبال على الدولار الامريكي وبكثافة خلال الفترة الاخيرة وده كان كله واضح امام الجميع، زود من نقاط الدولار الامريكي اللي اكتسبها. ارتفع الدولار وتجاوز مستويات 103 نقطة التي لم يتجاوزها منذ حوالي عام 2002، من حوالي 20 سنة،
وبالتالي كان واضح جدا ان رفع الفايده اتى بثماره على الولايات المتحده الامريكيه، انه زود الاقبال على الدولار وعلى سنداته، فرفع مؤشر الدولار الامريكي فوق 103 نقطه. الا انه في نفس اللحظه لم يؤتي باللعنه على الذهب، لان الذهب معتمد في اساسه على عاملين اساسيين قويين. العامل الاول اللي دفع الفدرالي الامريكي انه يرفع اسعار الفايده هو التضخم، واللي هيخلي الفدرالي الامريكي يستمر في رفع الفايده قفزات متتاليه خلال الفتره المقبله هو التضخم، والحرب ايضا اللي بتغذي التضخم وبترفعه اكتر وبتمثل عقبات وبتمثل ذعر ورعب في العالم، برضو يعتبر من العوامل الثانيه اللي بتدعم الذهب في انطلاقته القويه وتماسكه. جولدمان ساكس لما طلع واتكلم وقال لك ان الذهب هيوصل 2500 ما كانش كلام من فراغ. كلام مبني على اسس علميه مستنتجه ان السوق الامريكي هيتحرك لحاله من الركود خلال الفتره المقبله نسبتها هتتراوح ما بين 25 او تقريبا كان 35 ل 45%. هذه حاله الركود كافية.